سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير كاشير او لا مرتديلا في المنزل. طريقه سهله وسريعه، واهم من ذلك انك غتحضري الكاشير او المرتديلا في البيت، يعني عارفه شنو كتاكلي وشنو غادي توكلي لوليداتك. فالمكونات يعني بساط، عندي هنايا نص كيلو تقريبا ديال صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيره كيف ما كتشوفوا قطعته صغير، وهنايا عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب تقريبا 200 مللي ديال الحليب. توابل او لا العطريه اللي غادي نستعمل، هنايا عندي معلقه صغيره ديال التوابل ديال الكفته او العطريه ديال الكفته، نص معلقه ديال البزار او الفلفل الاسود، نص معلقه ديال التحميره او الفلفل الاحمر، فص ديال الثوم. الا كان الثوم بودره من الاحسن، الا ما كانش قدروا ديروا فص ديال الثوم. غادي ناخذوا هاد التوابل غادي نزيدوهم على هاد صدر الدجاج والملح، انا غادي نزيدها هانتوما غتشوف. الطريقه البنات راها سهله، الملح على حساب الذوق، يعني راكم نتوما عينكم ميزانكم. طريقه سهله وكيف ما قلت لكم يعني عارفين شنو كتاكلوا. غادي نزيد هاد الكاس ديال الحليب على هاد صدر الدجاج، نزيد غير بشوي بشوي وحنا كنحركو. حتى تندمج لينا هاد المكونات ويدخلوا التوابل في الدجاج والحليب. هاد الحليب اللي باقي غادي فاش غادي نطحن في المولينكس غادي نزيدو. كتاخذوا المولينكس ديالكم اولا اي حاجه كتقدروا تطحنوا بها هاد الصدر ديال الدجاج، يعني اي حاجه اللي عندكم في الدار كتحل لكم الكفته ولا كتحل لكم بحال هكا غادي ديروا هي اللي غادي نطحنوا فيها. انا غادي ندير هنا هاد المولينكس، هذه كتحل لي الدجاج وكتحل لي الكفته. غادي نزيد هاد غادي ندير هاد الصدر ديال الدجاج في هاد المولينكس وغادي نطحن، وغادي نزيد حتى الحليب، يعني هاد الكاس كامل ديال الحليب غادي نطحن به هاد المكونات وغادي نرجع معكم. من بعد ما طحنت هاد الكفته هادي، ها نتوما البنات كتخليوها كفته يعني كطحنوها مزيان. دابا غادي ناخذ واحد البلاستيك، هادي بلاستيكه، وكنحلوها كنحلو كناخدو غير هاد القنصة ديالها، هادي البنات هاد القنص ونعمروها بالكفتة. انا راني بديت الخدمة، يعني ها انتوما كتشوفو انا راني عمرتها، غادي نزيد نعمر شوية. طريقة راها سهلة ودغيا كيوجد هاد الكاشير، دغيا كيوجد. شوفوا كيف ما كتشوفوا، انا غنبين لكم كل شيء، غنخلي ما غن ها انتم البنات. دابا راني خليتها بحال هكا في القنص وغادي نحطها على جنب. هنايا غادي ناخذ فيلم اليمونتير، غادي نسرحو هنايا كيف ما شفتوا، غادي نسرحو وغادي ندير
غادي ناخذ هذه وغادي نبدا ندير واحد الخط ونرجع. نتمنى يكون كيبان لكم ونعاود نرجع. ها نتوما البنات يعني كندير شويه بحال هكا، الا بغيتو تكثروا تكثروا. ها بحال هذا القياس كنديروه هنا في الراس وكنحاولوا ناخذوا بحال هكا ونعطيه واحد الشكل. ها نتوما وحنا كنبرم سهله سهله بزاف، يعني حتى للمبتدئات راها ساهله بزاف. صافي وكيمشي بوحدو. ها نتوما البنات ها نتوما وندورو من هاد الجناب بجوج. ونعقدو هنايا وحنا كندورو. سهلة العملية. ها نتوما البنات شوفوا كيفاش، ها نتوما ها انا محضره هنايا شي وحدين. ها هما يعني تقدروا ديروا القياس اللي بغيتوا، تقدروا ديروهم شويه يعني عامرين شويه فيهم غير شويه، يعني القياس اللي بغيتوا. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. هنايا راه عندي انايا المول ديال الكاشير هذا اللي كان اللي كنديروه يعني في الكسكاس ولا هذا، ونفور اللي كنديروه في البرمه ونفوروه. ها نتوما ها ديال الكاشير شفتو، غير انا بغيت نبدل ودرت هاد الطريقه هذه، درت هاد الطريقه هذه يعني باش وليداتي زعمو يبغيوه. غادي شويه غادي نقطع هادو بالمقص غادي نبقى غادي على هاد الطريقه حتى نكمل هاد الكبسه اللي عندي كامله ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتهم كاملين. ها نتوما اللي بغاهم صحيين اكثر عوض ما يدير فيلم اليمونتير يدير المصران ديال الكبش اولا ديال البقر اولا، المهم بحال كنعمرو الصوصيص بحال هكاك غيكون صحي كثر. دابا غادي ناخذ الكسكاس، انا غادي نفورهم، كاين اللي كيبغي يسلقهم ولكن انا غادي نفورهم كيجيوني صحيين كثر. غادي نديرهم في الكسكاس وكتقدروا تاخذوا الكميه اللي بغيتوا، تحتفظوا بالكميه اللي بغيتوا في المجمد وقت ما تبغيوها جبدوها وخدموا بها. كيبقى هو هذاك. دابا غادي نديرهم فوق البرمه حتى يفوروا ونتلاقى معاكم.
وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما فورتهم، حيدتهم من الفيلم اليمونتير كيف ما كتشوفوا. دابا راه ما بقاو ما فيهم والو. الا بغيتوا تقدموهم بحال هكا يمكن لكم. انا غادي نحمرهم شويه ديال الزيت، انا خديت واحد المقيله درت فيها شويه ديال الزيت، غادي غير نحمرهم، يعني غادي غندوزهم ياخذوا غير شويه اللون ونقدمهم. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة كيف ما العادة، وما تنسونيش من واحد لايك واحد بارتاج واحد جيم وشكرا.